بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في رائعه جديده من روائع freelearners.com. الدرس ده اخر درس في الليفل 1 اللي هو تعليم البيزك بتاع السي اس اس. ان شاء الله بارتهاء الليفل ده هنخش على الليفل 2. زي ما انت شايف هنا معايا، انا شلت كل التاجز اللي كان موجود وكل الكلاسس والكلام ده، وديته البي اللي هو الديفولت عادي خالص اللي بينزل لي في البرنامج لما باجي احط تكست. طيب انا دلوقتي عايز اعمل عمود على اليمين وعمود على الشمال، وابدا اتحكم شويه في عناصر واقسام الموقع بتاعي. عايز اقول لك ان في، عشان اعمل كده لازم في حاجه اسمها سي اس اس لاير، اللاير طبقه سي اس اس، ودي بالامر ديف دي اي في. ده بيتكتب في السي اس اس هنا بطريقتين. عندك ممكن تكتب ديف بالشكل ده وعادي خالص ببدا اكريت الكود، وممكن بدل ما اكتب ديف بكتب بدوس شيفت ورقم 3، يبقى العلامه دي شيفت ورقم 3 بيطلع لي حاجه زي كده، وبسمي الديف ده اي اسم، وليكن مثلا هسميه رايت كولم، وباخد القوسين بتوعي وبخش جوه وانزل 2 وابدا اطلع فوق عشان اكتب جوه. انا عايز دلوقتي اعمل عمود على اليمين، عايز اعمل عمود على اليمين هنا مثلا بباك جراوند معينه وارتفاع وعرض معين ومواصفات خاصه، وعايز اعمل نفس الطريقه على الشمال عشان ابدا اعمل اللي اوت بتاعتي. طيب عايز دلوقتي اخش على السي اس اس فين اهي. طيب يبقى اول حاجه عايزها، عايز الويدث، يبقى ويدث اللي هو العرض، بقول له اعمل لي 200 بكسل بي اكس مثلا يعني، وخلي لي الباك جراوند كلر اللون ده، واقفل. خش على اللي بعده، عامل لي بوردر ماشي ميديوم. طيب عايز ايه تاني؟ عايز بادنج دبل كليك، نقول مثلا 10 بكسل. يبقى انا عملت الرايت كولم، عامل سيف، بروح هناك بشوف اكتف ولا لا. طبعا ما تكتفش ليه؟ عشان ما كتبتش زي ما احنا عارفين التاج او الحاجة المخصصة هنا ليه. فبكتب ديف، عشان اقرأ الديف نفسه بقول اي دي يعني اسمه، بقول انت عندك واحد بس، واحد اسمه رايت كولم اي دي، بقول له اوكي وبخش هنا بقول له دي اي في، بقفل الديف اللي فوق ده واقول له سيف، بدوس هنا كده جميل جالي هنا. هتقول لي طب احنا ازاي ده، احنا هنتعامله على اليمين، هو جاي على الشمال ليه؟ اقول لك اصل ده هنا واخد اليمين، هنا واخد اليمين ومفيش مسافه، فده وده في سوا واحد، فانا عايز اخد مسافه تحت سطر واحد او سطرين، هتبص لقيها جت هنا. طيب تعالى يبقى بين المنيو ودي هما هنا على خط واحد، عايز اعمل حاجه اسمها بي ار، دي في لغة ال HTML يعني معناها انزل لي مسافة سطر واحد تحت. بص هنا نزل لي مسافة. طب كمان واحد، اهو نزل كمان. طب كمان واحد، نزل، وهكذا. طيب خلينا، هو هنا مديني على اليمين، مصر برضه معايا على اليمين. طب اعمل ايه؟ طب والله انا ممكن اعمل حاجه بسيطه، ممكن اشوف كده لما اقول له هعمل حاجه زي كده بس للعمود الشمال. انا كده عملت على العمود اليمين، بقول له على العمود الشمال نفس المواصفات بس بسميه ايه، ليفت، سيف
باخد ده كده وانزل على الباراجراف اللي بعديه وبكتب ديف بيساوي اي دي بينهم قوسين بقول له الليفت كولم وبقفل الديف من تحت. احنا نسينا هنا نحط الفلوت يبقى الفلوت هنا الرايت كولم يبقى رايت سيف راح اليمين فلوت ليفت سيف فلوت ليفت. في حاجة هنا اكيد في كود ال HTML هنا شايف هنا ID مش طير هنا ID. اي غلطة بسيطة لو حرف واحد يعني مش هيقرأ معك. يبقى هنا عملت عمود اليمين وعمود على الشمال. ممكن كمان بقى اغير عمود الشمال ده واخليه مثلا الباك جراوند بتاعته الكالر زي ما انا عايز. يعني مثلا اقول او FFA حاجة زي كده. يبقى انا بالشكل ده قدرت اتحكم في العناصر بتاعتي وابدأ انسق في الصفحة. المرة الجاية هعمل منه تمبلت داخل فوتوشوب هجيبه جاهز وبعدين هبدأ هوريك اقطعه ازاي بطريقة معينة وابدأ اطلع كل صورة بمواصفات معينة وابدأ ادخلها على CSS وانسق الدنيا وبعدين في الاخر خالص بوصل للتمبلت بتاعي بشكله الجميل الاخير وبعدين اخش على خليها مفاجأة. السلام عليكم.